السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شكري بلا بس عليك. حياك الله لالا. الله يرحم الوالدين سيدي. والدين والديكم لالا. الله يجازيك. بغيت نقولك واحد شي أحلام. مرحبا. واحد نهار تنشوف واحد الدرية بنتي عجنت أنا الخبز، وخبز زوين. نعم. والدرية بنتي كتهز هذاك الخبز وكدير في الصاك ديالها. وخليت شي حاجه مازال عندي انايا وتنقول لها مازال تنقدر كديتي بزاف خلي خوتك. نعم. والغد كنشوف الدري ولدي تا هو عنده جوج حواله، واحد كبير واحد صغير. نعم. وتنقول ليه هذاك الكبير زعما راه ديالنا حنا ديال العائله والصغير صدقه غادي يصدقوا في سبيل الله. نعم. ومره كنشوف راسي كنقرا بزاف، هذه كتعاود بزاف، مره كنقرا في القران بالتجويد وانا ما كنعرفش نجود، كنقرا غير عادي. اييه الحمد لله، هادو رؤى طيبه باذن الله تعالى. كونك كتعجني الخبز والخبز زوين يعني كديري اعمال البر واعمال الخير، اللي كيعجن مادي يدو للخير والخير اللي كيقومو ممتاز فيه القبول عند الناس. البنيه ديالك كدير في الصاك ديالها معنى انها ان شاء الله تعالى غتكون على نهجك وعلى سيرتك، كتعلم منك هادشي كل ما اي عمل ديال الخير قمتي به، وبنتك كتشوفوا ان شاء الله تعالى غتكون على سيرتك وعلى طريقتك. خليها ان شاء الله تعالى. الوليد جيب جوج حواله، واحد كبير واحد صغير، هادو ان شاء الله تعالى فيها بشاره بان غادي يجيب شي خطيب لبنتك، لان الحولي معناه الخطيب، قد يكون الخطيب وقد يكون شيء اخر، لكن مادام عندك بنيه ان شاء الله تعالى ربي غادي يرزقكم شي غيجيو جوج خطاب احتمال، الكبير والصغير، يعني يقدر يكون واحد كبير بفلوسه وصغير باقي مازال كيكون نفسه فرحه جايه باذن الله تعالى. ثم كونك تقرا القران الكريم هذا هو الجواب على الرؤيتين، لان الرؤيتين فيهم بشارتين. هاد البشارتين منين جاوك؟ لان انت قلبك عامر بالقران الكريم، لان اللي كيقرا القران الكريم في المنام معنى ان الله تعالى قابل منه هذه العباده، وكتقريه بالتجويد رغم كتقري عادي، لأن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن مقامك عند آخر آية تقرأها. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنت كتقري القرآن الكريم رغم أنه قراءة عادية ولكن بيقين وإخلاص، فربي عز وجل كيسمعوا منك بتجويد. يقدر الانسان يقرا القران الكريم بالتجويد ولكن قلبه ما حاضرش، ربي غيسمعوا منه بقراءه سيئه لان قلبه ما حاضرش. ويقدر العبد المؤمن يقرا القران الكريم يتتعتع فيه وعليه شاق ولكن باخلاص غادي يوصل عند الله تعالى بصوره طيبه مجود وراقي. فهنيئا لك لرشيدة، الله يحفظك وزادك الله حرصا على القرآن العظيم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.